السلام عليكم شبيبة، وينكم وين جوكم؟ اليوم الثاني بول داي، يوم سحب عنا باك بيسبس ترابيز. المهم اللي حبي يدري انا اخويا برا جيب دبوس الماء تاعك ونكملوا التسخين، سخن على الاقل 10 8 دقائق وننطلقوا. احلى ناس. اول اكزرسيس شبيبة هو شبيبة اخر اكزرسيس واهم اكزرسيس اللي هو تخدم المعصم تاع يدك، تجيب ميزان كيما هكا، تحط يدك على ساقك ولا على البنك. المهم ساهل برشا، ها ساهل ومهم على الاخر، فهمت؟ المعصم تاع يدك معناتها لازم، انا قبل كان يدي في ديما توجعني لهنا، فهمت؟ خاطر ما كنتش نخدم التمارين هذه. سو شبيبة الفيديو متاعنا مو فاشل هنا، نمشيو مع بعضنا للمجازة نمشيو نعملو فيها قضية
نشوفوا واش باش نشريه ونشوفوا الدنيا. واو الطقس خويا مغيم، دنيا كحلة. يلا جو. بسم الله. هاي اول حاجه ناخذ فقوس، ناخذ كل الحاجات الرياضيه تعطينا الطاقه. ناخذ بصل، بصل لفاه في الدار. هذا ما قديش، هذا ما 2 كيلو ب 2 اورو، كيلو ب 10. ناخذ 2 كيلو هكا، ناخذ التن زادة حبوا هذا هكا من غير زيت، فهمت؟ هذا من 3 حكم، 3 برا نقولوا 6، الوحدة بأورو 99، وباكو حليب أورو 5، وعندك البيض الأعظم 10 كعبات هكا، الوحدة بزوز أورو 29. هكا هو شبيبة، كملنا نمشي ونخلصوا ونروحوا، قضية صغيرة للدار توي. سو شبيبة الفيديو متاعنا يوفى لهنا، أحلى ناس، إن شاء الله عجبكم الفيديو، ما تنساوش بارتاج، لايك، كومنتير مزيان، نتلقاو في الفيديو الجاي، بيس أند لوف. We'll be right back.